كاظم من بلاد زايد، أم وزوجة، والتغيير الإيجابي يبدأ بقرار. أنا مها الآلوسي، أصلي من العراق. دراستي هندسة العمارة، أستعمل الإبداع لكي أحول الوقت إلى شكل نراه ونقيمه. منير حمد، مصري، طبيب أمراض بطنية. اكتشفت من خلال عملي سر سعادة الوافدين، وسعادتهم أصبحت سعادتي. تغمرنا السعادة وقت منعطي من قلب قلبنا، ومنصير نفهم أكثر معنى وجودنا والقصص والقدر والوقت والعمر، ومنصير مليانين قناعة ودفى. الليلة بيستقبل ثلاث ضيوف بتعبرن السعادة وبتغمر عبرن أكثر من الناس. مساء الخير. هلا قازم، أنا بيسعدني أكون ضيفك بأبو ظبي. والله بلادكم، حياك الله، نورت بلادنا. الله يخليكي. الإمارات العربية المتحدة هي من أكثر الدول سعادة، وهذا منذ سنوات عديدة وكثيرة. ليش برأيك؟ الإمارات تسعى للسعادة في كل شيء. نحن شعب متسامح وعنده السعادة في التعامل، بأخلاقه، بتعامله مع الأهل، مع الأصدقاء، مع الشغل. فنحن السعادة عندنا في الأشياء الصغيرة، في التفاصيل. في التفاصيل. كتير بيقولوا إنه السعادة تنبع من الداخل، ما بتنشرى، ما بتنباع، ما بتعدي. شو رأيك؟ تنعدي، نقدر نعديها. عشان السعادة نقدر نضفي للمكان سعادة، لكن ما تشترى. السعادة لازم تكون شيء أساسه داخلي. تخيل نفسك يوم أنت مزاجك متعكر، ما في شيء بيعدل مزاجك، لا سيارة، لا ساعة، لا مجوهرات. لكن يوم أنت مرتاح من داخل، أي شيء ثاني إضافة. فالأساس داخل. ما هو سر سعادة أهل البلد؟ شيوخنا وقادتنا هم صراحة السر. ليش؟ أولاً غير أن تعاملهم وأخلاقهم وتواضعهم مع الناس، حطوا لنا حتى منهج كامل نمشي عليه. تعاملهم مع الآخرين، تصرفاتهم، صدق نحن يعني نقتدي فيهم. هل هذا يكفي لشحن الناس بطاقات إيجابية فيها ذبذبات من السعادة؟ يكفي إذا هو حاطين منهج كامل للشعب وللدولة كأساس. نحن ما نتكلم في السعادة، نحن نخلقها ونحن نتعامل فيها. ابتسامتك عريضة مشعة، هل هي فعلا فيها سعادة وهل هي فعلا حقيقة؟ أنا لازم أسألك، أنت شو رأيك أنت في ابتسامتي؟ هل هي حقيقية أم لا؟ ما أقدر أصطنعها. هي شوف، مثل ما أقول دائما، الحب والسعادة ما نقدر نصطنعهم. شيء نحس، شيء تشعر فيه، شيء تشوفه في عيون الناس. فإذا أنا أبتسم لك ابتسامة مصطنعة بتعرفها، وخصوصاً أنت بتعرفها. العيون بتفضح. العيون تفضح فيها الكثير من البريق. جد هو بريق. شكراً. بيقولوا السعادة مثل الزجاج. نعم. بتتحطم بسهولة، بلحظة. كل شيء يندثر. مو بإذا أساسها قوي. نحن نمر في مراحل كثيرة في حياتنا، في آلام، في أحزان، في أشياء تحطمنا. لكن إذا الأساس نقدر نرجع له قوي، صدقني نقدر نكون سعيدين مرة أخرى. اليوم رح نحاول نتعرف من خلالك على مفهوم سعادة أهل البلد. هل أنت مستعدة؟ جدا مستعدة. تفضلي. الله يحفظك. منير حمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك. حضرتك طبيب أمراض باطنية. أيوة. عندي بعض الأسئلة الطبية. تفضل. يقال أنه يلي بيبتسم كثيراً بينام بشكل أفضل. طبعاً الابتسامة هي التي تجعل الإنسان طوال اليوم جميل، مش بينام بشكل أفضل بس. الابتسامة بتبعث شعور داخلي من طبي إنها بتزود الهرمونات السعادة، وبتزود الهرمونات السيروتونين، وبتخلي مادة الميلاتونين اللي هي المادة
اللي هي بتساعد الإنسان على النوم، فهي تخليه مش ينام بشكل أفضل بس، ده بالعكس بيبقى طول اليوم سعيد، وطول اليوم لما يكون وجهه مبتسم قدام الناس يعني مش بيكون نومه جميل بس، لا نومه ويقظته وخدمته للناس كلها بتبقى فيها سعادة وفيها كل خير. الهرمونات المفيدة هذه يقال أنه إضافة للي قلته قبل بتساهم أو بتساعد في علاج أمراض القلب، بتساعد على الهضم، بتنشط الذهن، بتخفف الألم والوجع بجسم الإنسان. هذا شيء صحيح؟ أنت قلت كل الحاجات اللي المفروض أنا أقولها، لأن الهرمونات اللي هي خصوصا هرمونات السعادة اللي هي موجودة في جسم الإنسان، هرمون الأندروفين وهرمون السيروتونين، دول بيطلعوا مواد كيماوية. لو هنيجي للأول للقلب، بتمدد شرايين القلب وتخليه ليس عرضة للجلطات، بتنشط الجهاز المناعي الذي يتغلب على جميع الأمراض من أول نزلات البرد حتى السرطان، بتخلي حتى بشرة الإنسان ما فيهاش بثور، ما فيهاش تجاعيد، بتساعد على دايما يبقى الوجه بشوش، الوجه فيه نضارة، تساعد على الجهاز الهضمي والعملية التمثيل الغذائي تكون سليمة. في المقابل الحزن شو بيعمل بالإنسان؟ الحزن يعني لو أي إنسان أول ما بيسمع خبر وحش أو يحصل له مشكلة، المشكلة برضو نفس الهرمونات السعادة، في هرمونات الحزن اللي هي مادة الأدرينالين، مادة الكورتيزون، بيخلوا الإنسان عرضة لجلطات القلب، بيخلوا الإنسان عرضة للصدمات العصبية، بيكون الإنسان مليء بالاكتئاب، مليء بالإحباط، لكل الأمراض تهاجم جسمه، وكلنا بنمر بلحظات القلق وبنشوف أبسط حاجة في لحظات القلق، بنشوف دقات القلب السريعة، بنشوف عرضة للضغط يرتفع، وفي بعض الناس بيجيلها لحظات زي مثل جلطات القلب من توتر خفيف. مضى على إقامتك في هذه الدولة 20 سنة، وهذه الدولة هي الأكثر سعادة خليجيا وعربيا، علاقتك مباشرة بالوافدين، هل أنت مستعد تشاركنا بتجربتك في الإمارات وتخبرنا أكثر عن مفهوم سعادة هؤلاء الناس؟ والله أنا منذ بداية عملي في دولة الإمارات كان لي حظ إن أنا أكون في مؤسسة حكومية فيها أكثر من 6000 عامل، وكل العمال من الفئة، جزء بسيط منهم من الفئة العربية وجزء أكبر من الفئة الأسيوية. فالمسؤولين في مجال عملي أتاحوا لي فرصة إن أنا أعمل نشاطات طبية وأزود فيها أشياء لإسعاد العمال، هدايا، أشياء بسيطة كمشروبات. وكان لي الشرف إن هذه الفئة بعد ما وصلت إليها شفت مدى السعادة اللي هي بتسعد بيها بهذه الأشياء البسيطة اللي احنا بنعملها، من فحص طبي، من إعطاء بعض الهدايا. فكان لي الشرف إن أكون أحد الناس اللي أرسم السعادة وأرسم البسمة على هؤلاء الجاليات. رح نغرف معك الليلة في هذه التجربة الطويلة. تفضل. مهلا لوسي، مساء الخير. مساء الخير. حضرتك حكواتي، والحكواتي بمفهومنا العام هو الراوي الذي يروي قصص بالإجمال حماسية تنتهي دائما بانتصار الخير على الشر وبحماس كبير. هل قصصك هي دائما حقيقة؟ قصصي أستمدها من الواقع لكي أخلق واقعا أجمل. علاقتك مع المرآة علاقة خاصة، تنظري لألا بتحكيها يمكن هي بتجاوبك، شو بتقلك؟ المرآة تقول لي كلنا، كل واحد من عندنا رح يعيش شكلا اللي الوقت يكتب له إياه، وهذا الشكل سيتغير وعلينا أن نحب ما نرى فيه. المرآة قالت لي أنه ما تجدين فيه هو جميل، وأقبليه وخليه يضيء للآخرين.
هل بتلاقي نفسك دائما جميلة؟ ايه احب الليلة قبل مباشرة بتصوير هذه الحلقة المراية اللي نظرت لها شو قالت لك؟ هل شفتك تعبانة؟ هل شفتك منهكة؟ هل شفتك بالعكس مشعة مشرقة؟ شو شفت فيكي؟ يا ريكاردو أنا قلت لك أنا أنظر إلى الواقع وأحول شيئا جميلا منه. لكن الواقع قبيح جدا وبشع جدا عليهم. هذه الكلمة محيتها من قاموسي، لا تجد. إذن حكايتك غير مستمدة من الواقع. الواقع حكايتك منسوجة بالخيال. نحن باختيارنا أنه نرى صورة لواقع غير جميل، أو نستعمل الإبداع لكي نخلق جمالية اللي تسعدنا. لما أنظر إلى المرأة أقول أنت حلوة مهاوي، أحبك، وهذا حبي لنفسي يخليني أستمد طاقتي لليوم. ما منكتب قصة حياتنا كل دقيقة. هل تحس بدقائق العمر بحياتك؟ سؤال صعب. لا، أنا أحسب الذي بقى. ماذا بقي من العمر؟ Exactly. هل نعرف؟ دعنا نستمتع بما نعتقد بقى، وهذا كان قرار. قررت تكوني سعيدة. هل السعادة قرار؟ أي نعم، السعادة قرار. لأنه أني قبل سنة 2008 بالضبط كتبت احنا ما راح نقدر نوقف الوقت، ولكن بامكاننا ان نستمتع بكل لحظه. وبديت خطوات من ذاك الوقت لهسه. الان السعاده لها معنى اخر. مال الوسي راح تحكي لنا الليله عن مفهومك الخاص للسعاده، وراح نحاول نطبق هذه الوصفات الخاصه فيك، مع الفرق انه الحكواتي عامه بيحكي لحاله، اما الليله فكلامنا هو حوار ونقاش بينك وبيني وبين ضيوفي الآخرين. أنا سعيدة جدا بهذا الحوار. سعيدة لأني. هل أنت مستعدة؟ إيه. تفضل. يلا. منفتش عن السعادة بمطارح كثيرة، وهي معنا تحت نظرنا بين إيدينا، وروافدها بسيطة، البساطة والطيبة. هالة منير ومها عبروا طريق الأمل ولقيوا سعادتهم. فاصل ونواصل. طريق السعادة، الأكثر سعادة عربياً للمرة الرابعة على التوالي، دولة الإمارات العربية المتحدة. الأكثر سعادة عالمياً في 2018، دولة فنلندا. أول وزيرة سعادة في العالم إماراتية. 20 مارس اليوم العالمي للسعادة. ومن أسرار السعادة الأصدقاء، التواصل، التعاون، الوفاء، الرضا، المحبة، العائلة، ووجود رؤية حكومية استراتيجية. هلا قازم، رائدة ومليئة بالإيجابية وبالسعادة. أنت مدربة حياة، لايف كوتش، مهنة غير سهلة بعالم عربي يتخبط في أزمات وعواصف عديدة، وفي عالم ينتحر فيه يومياً ما يقارب 2000 شخص. هل في أشخاص سلبيين بالمطلق؟ السلبية والإيجابية من طبيعة البشر. نحن كلنا، حتى أنا وأنت وكلنا فينا سلبية. الفرق بين الإيجابي والسلبي أن الإيجابي ما يقرر أن ما يستمر بالسلبية، والسعيد نفس الشيء ما يستمر بالحزن. أما عشان نكون بشر لازم نكون فينا حزن، فينا سلبية، فينا احتياج، لكن قرار السعادة اختيار أني ما أظل في مكان أكسر، أستمر للأمام. سأعود إلى هذا الموضوع، لكن أود أن أشير إلى أنه تتجاوز حالات الانتحار بالغرب 3000 حالة يومية. دكتور منير، أنت شاركت بالعديد من المبادرات، مبادرات السعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة،
في حين إلى أن بلدك الأم مصر بيحتل المرتبة الأولى في حالات الانتحار. شو رأيك؟ هي دولة الإمارات بتتجه دايما للأشياء العالمية، فهي رأت في الفترة الأخيرة أنه ما تتقدم الدولة إلا بالسعادة، والدولة اتجهت إلى عمل وزارة للسعادة جعلت السعادة في كل قسم من الأقسام الجهات الحكومية، خلت السعادة مفهوم وأشياء راسخة في ذهن الإنسان. فبالتالي إحنا كموظفين أو عاملين داخل دولة الإمارات بدأنا نتجه إلى كل جزء من عملنا إلى ما يسعد الأفراد ويسعد المجتمع. وأنا كفرد عامل في الإمارات طبيب بدأت أتجه إلى مفهوم السعادة من خلال الصحة، ونعمل من خلال فرق عمل داخل العمل وداخل دولة الإمارات وداخل الإدارات الحكومية المختلفة وفرق السعادة، عملنا أشياء صحية تجعل الإنسان البسيط دائما يهتم بصحته، والصحة هي عنوان السعادة لأي إنسان. أما عن بلدي مصر بها مشاكل بقالها أكثر من عدة سنوات، ولكن أنا شايف أن مصر في الفترة الأخيرة بتتجه إلى السعادة وبتعمل نفس المبادرات اللي تعملها دولة الإمارات. مها العلوسي، قصتك قصة، أنت خفتي من زحف أثار السنوات وأثار العمر عليك، مثلك مثل كتار من الناس ومن السيدات بشكل خاص، لكنك رجعتي وطوعتي وحولتي هذا الخوف إلى شعور بالقبول بالرضا بالفرح. المشاهدين اللي عم يتابعونا ليلي رح يقولوا هذا الكلام غير واقعي، هذا الكلام سهل، أما القبول فهو صعب. اشرحي لهم، اشرحي لنا. ما عندنا الاختيار، كل يوم انظر بالمرآة أجد آثار الوقت على وجهي على قيافتي، وقررت أنني اليوم سأكون مها التي أراها ولا الإنسان اللي كانت الأمس، ولما أرى وأحب ما أرى أنا سعيدة. سهلة. متصالحة مع نفسك؟ متصالحة شوية بيها عنفوانية، أنا أحبني. وبعدين الوقت شوفني أنه كلما مضى الوقت حصلت فتش جمالية اللي هي خبرتي، وهذه لما أنطيها حصلت جمالية أكثر أخرى اللي لما أنا كنت صغيرة ما عندي، وبهذا المنظومة شفتني حلوة. هلا شو رأيك؟ هل بتخافي من العمر؟ وكيف فينا نكون إيجابيين مع زحف السنوات؟ ما نقدر ننكر إن نحن ما نخاف من العمر. العمر ما يتقدم الصحة تخف. العمر مو بس تجاعيد، العمر صحتي تتغير، حياتي تتغير. نحن عاشرنا أمهاتنا أبهاتنا وشفنا عليهم العمر، ونفس الشيء ما نقدر ننكر إن يوم الإنسان يكون شاب وصغير وفي نشاط وفي الجلد مشدود الإنسان ما يحس فيه إلا يوم يكبر. لكن هل أنا احتويت عمري؟ جدا. أنا عمري 55 سنة وقريبا 56 سنة أحتوي، لأن كل دقيقة وكل سنوات عمري هاي اللي خلتني هالة الآن. هل بعد 20 سنة بحس نفس الشيء؟ ما أقدر أرد عليك لأني لم أصل للعشرين سنة. هل بكون خايفة أكثر من التجاعيد، خايفة أكثر من العمر مع المشاكل الصحية؟ أنا إنسانة واقعية جدا، لكنك دوما متأهبة ومستعدة. الآن أنا سعيدة بعمري. هل بتحسي أنه العمر أو الزمن بيحاول يصارعك؟ العمر يستمر بغينا ما بغينا، مثل الغلبة لمين؟ يعتمد نوعية التفكير اللي نحن بنواجه فيها العمر. العمر بيمشي، التجاعيد بتي، الصحة بتخف. كيف أنا
أتأهب من الآن هذا الفرق. يعني أنا من الناس اللي أمشي يومياً، فاهتم في صحتي، ما أتعشى، أكل يهتم فيه، أكل كل شيء مثل ما يقولون لقيمات باعتدال باعتدال جداً، ما أسهر، أقوم من الصبح. هلا قازم ببقى معك، أنت عانيت أيام الدراسة من تعسر في القراءة؟ نعم. ومن ثم عندما وإلى الآن ديسلكسيا. نعم. وعندما كبرتي أصبت بحالة من الإحباط الشديد، أما اليوم فأنت مصدر إلهام ووحي وإيجابية وسعادة. هذا التحول كيف حصل؟ يوم أنا مثل ما يقولون طحت في فخ الاكتئاب وفي هالكهف المظلم، ما قبلت على هالة، لم أقبل الحزن ولا الاكتئاب ولا التعاسة، لأني من الداخل إنسانة يعني أحب الحياة، لكن لظروف معينة أصبت باكتئاب شديد. طرقت كل باب، ومنهم المستشارة النفسية اللي غيرت حياتي إلين كني، وقررت الاختيار بأن أعيش بأحسن حال. خيار إذن هو. نعم. وقرار. قرار. منير حمد، أنت اشتغلت لمدة 20 سنة مع بلدية دبي مع العمال، وغالبية هؤلاء من الوافدين، غالبيتهم من جنسيات باكستانية، هندية، بنغلاديشية، وهؤلاء هم دائما مبتسمون. ما سر السعادة عند هؤلاء العمال؟ سر السعادة فينا زي سر السعادة كانت عندنا زمان، البساطة. هم راضيين بحالهم، هم زي ما قالت الأستاذة هالة والأستاذة مها، هم متصالحين مع نفسهم. يعني أنا لما بقدم لهم خدمة بسيطة تكاد أن تكون يعني واجب علي أن أنا أقدمها، مش هقول لك مدى سعادتهم ومدى شكرهم ومدى امتنانهم لهذه الخدمة. وهؤلاء الناس لما بتقرب منهم بتلاقي كل واحد وراه حكاية كبيرة، كل واحد وراه يعني الجنسيات الأسيوية مش بيصرف على عيلته بس، ده بيصرف على عيلته وبيصرف على مجتمعه، وبيستطيع انه يطلع جزء بسيط من ماله للأقارب وللي محتاج. فدول بصراحة هم اللي بيوروا الإنسان معنى البساطة ومعنى. وبالرغم من ندرة هذا المدخول، يعني راتب محدود جدا، هو أنا أخجل أن أنا أقول، لكن بيعيش عائلته وبيعيش مثل ما قلت أنت مجتمعه بالضبط. إذا في حالة رضا وحالة اكتفاء بالزبط. هل بتشوف أنه إسعاد الفقراء أسهل من إسعاد الأغنياء؟ والله بالنسبة لخبرتي إسعاد الفقراء أسهل، لأنه أي حاجة بتبسطهم. مها الألوسي، ما هي معايير السعادة؟ شو بيحتاج الإنسان حتى يكون سعيد؟ صحة، مال، نفوذ، حب، عائلة، نجاح. كلما تقدم بي العمر اكتشفت طاقة ألا وهي العطاء. أنا الآن عندي ما يكفيني لأن أنور لكثير من حولي، ما يفرق. أني أقول إن كان غني، إن كان فقير، إن كان متألق، مشهور، ما تفرق عندي. هناك لحظة السعادة تفارقنا، وبإيدي أنا أنه أعطي هذا العطاء وأسعد إنسان أمامي لأنه بطاقتي. هذه هي السعادة. سيدي هالة، أنشأت رحلة التغيير. نعم. وتثقين بقدرة السفر والمشي في الطبيعة على بث ذبذبات إيجابية داخل الإنسان. نعم. والرحلة الأولى التي قمت فيها كانت مع 3 سيدات إماراتيات. نعم. هل في سفر طاقة مختلفة لا يدركها الآخرون؟ يعتمد أي سفر، سفري أنا. نعم. بشو بيتميز سفري؟ أول رحلة أنا سويتها بروحي لوحدي في شمال إسبانيا، دي كامينو سانتياغو، 100 كيلومتر في خلال 5 أيام. الرحلة لحالك؟ لحالي. إنزين، وبعدين رحت النمسا لحالي مع الهاتف النقال؟
هي نعم جدا لازم. انا مو ضد الهاتف النقال، منو نحن عندنا عيال وعندنا السيفتي اللي لازم نحن نفكر فيها، لكن وانت تسوي الهايكينج واللي انت تمشي في الجبال وين عندك وقت تطالع الواتساب ولا طالع المسجز ولا طالع اي شيء؟ رحت للنمسا رحله ثانيه بعد لوحدي، رحت سويسرا بعد لوحدي، بعدين سويت بايلوت تجربه لثلاث نساء اماراتيات انا مدينه لهم، ورحنا النمسا. رحلتي انا بعيده عن التسوق وعن الجلسات في الكوفي شوبس وعن المطاعم الفاخره، انا ارجع الانسان للطبيعه، لان الحين الدراسات اثبتت اللي انا اسويه. عشان مرشدتي ماي منتور في نيويورك طرشت لي ارتكل ان مسوين دراسه ان افضل انواع الاستشارات هي اثناء المشي، اللي انا اسويها من سنين، نمشي في الجبال، نمشي في الطبيعه وبتحكوا ونحكي، يقال انه السيدات ونصمت بعد تصمت الاثنين. هل من السهل أن تصمت صمت. السيدات والنساء؟ نعم يصمتون. يقال أنه في الطبيعة النساء إجمالاً بيفضفضوا جداً، يعني بيحكوا، نعم، بيطلعوا كل شيء موجود بداخلهم. هل هذا يرتد سعادة وإيجابية وراحة؟ عشان تي نحن نعيش أكثر منكم، عشان نحن نفضفض نطلع إن شاء الله دايماً نحن بليكم نطلع الطاقة السلبية اللي داخلنا برا، حتى لو ما نبغي الحل الرجل دائما يجد يدور الحل، نحن بس نبغي نفضفض عشان نرتاح. منير حبت شو رأيك؟ هل أسعاد النساء أسهل أو أصعب من أسعاد الرجال؟ هو على خبرتي أسعاد النساء صعب. صعب. ليس بالسهولة يعني. لأن معلمة. قول الأمور مثل ما هي بدون أي خجل. أي خفا. أقول أهو أنا. وأنا وافقك الرأي. يعني. إسعاد الرجال بيبقى سهل، بمصادقة، مصاحبة، بأكلة. لكن إسعاد النساء بيختلف من فترة إلى فترة، لأن الوقت مثلا كنت ممكن أسعد زوجتي زمان مثلا بخاتم. دكتور حمد كان يحكي عن إرضاء المرأة وعم بيقول أنه يمكن بخاتم اليوم ما في يرضي المرأة، لذلك أنا استفضت إلى موضوع آخر هو موضوع الحب. هل الحب لوحده ألا يكفي لإسعاد المرأة؟ الحب أنواع، أنت ربطت بس الحب برجل، وأنا أرفض هالحب إذا أنا بس أربطه بشيء معين. الحب وايد أكبر. حلو. الحب حلو. وايد أعمق. حلو. سأعود إلى هذا الموضوع. لازم تعود. هل إنساني عاشقة قبل ما بشرنا بالتصوير؟ جميلة. طبعاً شفت صورة زوجة وأولادها وعائلتها، وهن لألا الأساس بكل شيء، مثل قلنا كلنا طبعا بعتقد أن العائلة هي الأهم بالحياة وهي جوهر الحياة وجوهر السعادة. هذه نحن نتكلم عنها اليوم. ما توافقيني بلي حبيبتي؟ والله أوافقك. ألوسي بنسأل لك، الشموع تملأ بيتك وأرجاء بيتك، الشموع تملأ حياتك، عندك براءات اختراع، شمعتك لا تشبه سواها، هي تحفة بألسنة من نار متعددة وبأسماء وأشكال وشخصيات، هي مصدر سعادة لألك. كيف فينا نحن نستفيد من الشمعة هذه؟ الشمعة لما تضاء هي بالنسبة إلي رمز، هي مجرد رمز لوجودنا على الأرض. لما تضاء ستستهلك، ولما تستهلك راح تخلص وتنطفي. شنو اللي موجود بداخل هذه الشمعة؟ الضوء والدفء. ما ممكن تعرفها الشمعة الباردة المشعولة. منير حمد، كيف تقيسون منسوب السعادة لدى العمال الآسيويين؟ هل بابتسامتهم؟ هل بتمتعهم بصحة أفضل؟ هل بتوافر السكن والطعام والملبس لألو؟ ما هو المقياس؟ كل هذه الأشياء تسعدهم، وكل والحمد لله. الحمد لله الدولة بتهتم بالعامل، وقبل ما بيجي العامل سواء كان في مؤسسة حكومية أو في قطاع خاص بتوفر له هذه الأشياء، وبتبعت وترسل مفتشين لكي يروا السكن الصحي للعامل، لكي يشوفوا العامل بياخد راتب ولا لا. فنظام الدولة
هو اللي بيوفر للعامل هنا كل ما يتمناه وكل ما يجعله سعيد. أشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت نظام جديد في شأن إقامة الوافدين بعد سن التقاعد. وطبعا شكر كبير إلى الشيوخ اللي حكيت عنه بأول حلقة ولهذا النظام الراقي التقدمي. هلا بنتقل لك من جديد، تسعين إلى تغيير حياة الناس بالإيجابية والتوازن. يفهم الناس معنى الإيجابية، لكن إيجاد التوازن مهمة صعب كثير في هذا الزمن السريع. ساعد المشاهدين، تكلمي للمشاهدين، اقنعي المشاهدين أنهم فيهم أنهم يوجدوا التوازن بحياتهم. أولاً أنا لا أغير أحد، أنا أساعد، أمد إيدي للي يبغي يتغير، فالقرار في يد الشخص اللي يبغي يتغير، أنا وسيلة. أما التوازن ما في شيء اسمه توازن، اللي أنا أنادي به إنه مو مشكلة إني أنا أحزن، مو مشكلة إني أنا أكون أحياناً سلبي، إني أكون تعبانة وإني أنا أيأس. أنا أمر في مراحل اليأس، أنا أمر في تعب، أنا أحياناً أقول خلاص ما أبغى أكمل، لكن ما أستمر، أخذ لي أحتوي هذا الإحساس، لكن أنا علي الاختيار أن أقوم مرة أخرى. من الأشياء اللي تساعد الإنسان أن يكون إيجابي يسوي له دعم. أنا زوجي وأبنائي الخمس الله يحفظهم، وعندي صديقات وعندي الناس اللي الله لا يحرمني منهم، دعم كبير لي. عندك جمهور كبير. والله هذا من حظي. مهلا ألوسي، تقولين we can write our future، نستطيع كتابة مستقبلنا، ماذا عن تأثير القدر؟ في كل لحظة احنا عايشيها الآن مثلا، القدر يقول احنا مترفين عندنا الكثير ولكن عندنا مشاكل اجتماعية، وكان الناس بالماضي أقل مشاكل الترف. أنا أقول لما أنظر إلى الآن وأقول قدرنا يقول إحنا نحتاج مستقبلا يدعو إلى السلام. نعم. وإلى الأمان. نعم. وعلينا أن نغير هذا القدر بخطوات بسيطة. أنا مجرد عندي مشروع السلام العالمي الكل يعرفه في برلين، هنا يعني بعدني ما حد يعرفني، بس مشروع يقول نحن ندعو إلى راحة أمان واستقرار، وإذا أريد أغيرها أني سأكون قدوة. فاختاريت أنه أكون الإنسان بعد 3000 سنة حيث الأمان يعم في حولنا، وهذا الإنسان ما يغضب ما يكره ويحب كل ما يحدث له مهما كان شكله. أفهم من كلامك إلى أنه المرء أو الإنسان قادر على التحكم بحالته النفسية وتحويل الحزن والكآبة والذبذبات السلبية إلى طاقة من الأمل وإلى نوع من السعادة. إلى فعل. يعني كله بإيدنا. فعل فعل، خطوة صغيرة. الطاقة شوية صعبة علي، يعني ما أفتهم طاقة هاي بعيدة عني. أنا هسه أقدر أروح وخلي الإنسان يضحك. منير حمد، هل توافق على ما تقوله السيدة مهلا ألوسي؟ أنا أوافق، لأنه أنا من خلال خبرتي بشوف هذه الأشياء هذه الأيام، ولسه كنت بتكلم مع الأستاذة مها في هذا الموضوع، بقول لها أنا بعد كده هكشف على المرضى وأتصل بيكي لكي تعالجيهم من الأمراض. يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بالنسبة للطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، حتى في الأمراض البسيطة، يعني حتى لو حد عنده دور إنفلونزا أو دور بسيط واستطاع أنه يقوي جهازه المناعي بجمل حلوة بالأشياء الجميلة اللي هم قالوها، ممكن ما يحتاج دواء. الشيء التاني بقى لو في مرض خطير، يعني لو لا قدر الله حد عنده سرطان، حد عنده مرض أجمع فيه الأطباء جميعا إنه مثلا من 2 لـ5 سنين، لو في الطاقة الإيجابية اللي هم بيتكلموا عنها واللي الواحد يتعلم فيها النهاردة أشياء كتير يطبقها في مهنته،
ولو في هذه الطاقة والإيجابية الجسم بيطلع فيه المواد الجميلة اللي ممكن تقضي على الأمراض. وأنا شفت حالات بهذه الطريقة، وممكن السرطان موجود وموجود جوه جسمها وبيوصل للمراحل النهائية من السرطان، لكن لو أي حد شافها مهتمة بنفسها، لأنه كانوا دول سيدات أمامي برضو بتروح للكوافير، ما حد يصدق أن عندها مرض، وده كله من الطاقة الإيجابية اللي اتكلموا عنها السيدة هالة والسيدة معها. مهالة ألوسي، لابد أنك عندما وصلت إلى أبو ظبي آتية من برلين قرأت عبارة أهلا بكم في الإمارات السعيدة. هل تذكير الناس باستمرار بالسعادة وبأنهم يستحقون السعادة تصنع أناس سعداء؟ والله هذا فعل، شوف هذا فعل، وأنا يسعدني أنه الناس يفعلون، وأنا أقول كل فعل كل خطوة كل شيء اللي يخلينا كلتنا متحمسين الآن السعادة صارت موضوع، برافو أحييكم. أنت كتبتي عن السعادة وعنونتي كتاب بالإنجليزية Moments of Happiness، لحظات من السعادة، بيتضمن بأسلوبك الحكواتي قصص مليئة بالتفاؤل، عن الشموع الحلوة، عن الشموع الجميلة، عن العرس، عن القماش، عن المرآة، عن الشوكولا. أي وقع تريدين أن تتركيه عند القراء؟ ولماذا هذا الكتاب بالذات طالما أنت حكواتية بين قوسين وقادرة على إيصال الفكرة بطريقة أسرع؟ الكثير من الناس اللي يعرفوني يقولون أني أتعامل مع الوقت، أن الوقت صار اختصاصي. بالكتاب هذا أصور وبرسومات إيدي حاولت أنطي للناس مكانهم بهذا الوقت، بين الموت والحياة هو خط اللي هو في بعضنا قصير ولبعضنا طويل. إذا إحنا مشينا بهذا الوقت وحسينا إنه هذا الوقت يجري، هل بإمكاني بالوقت المتبقي مهما كان طوله هل بإمكاني أن أعيش سعيدة مع بشر اللي حولي؟ بهذا الكتاب حاولت أنطي للناس الطاقة بيدهم، الاختيار بإيدهم، إنه يقول لك إيه أقدر، لأنه أنا هذا القرار سويته سنة 2008. Yes I can. أشير إلى أن ضيفتي هالة قاظم ألفت هي أيضا كتابين، هما هالة والتغيير وهالة والحياة. هالة قاظم، راحت عليك بضعة أسئلة، بتمنى عليك جاوبيني بسرعة باختصار ومباشرة. كيف يمكننا أن نتصالح مع أنفسنا؟ أن نحتوي أخطاءنا مثل محاسننا، ماضينا وحاضرنا. كيف يمكن أن نقول لأم ثكلة أو لفقير معدم كونوا سعداء؟ وايد صعب. أنا ما كنت ما أبغى أكون في مكان الأم الثكلة، ولا يمكن مريت بالفقر الشديد، لكن أقدر أقول لهم إن مع الألم هناك حياة ونعيش. ترى أن هالموضوع يخليني أصيح. لا ما بدنا. خلينا. حينما يجتاحك الحزن أو اليأس أو الاكتئاب، كيف تتعاملين مع هذه المشاعر؟ الاكتئاب ما اجتاحني الحمد لله، فترة كانت في حياتي وانتهى. الحزن أنا بشر وما عندي أي اعتراض على حزني، إنما أحتويه وأستمتع فيه. حزن أنا بشر، ما أقدر أطلع من إنسانيتي. أنا عندي طرقي اللي أنا أتبعها، أروح مشي، أركب سيارتي، أحط الأغنية وصيح، يعني أبكي، أطلع اللي في خاطري، أفضفض لمرشدتي أو لعيالي. عندي أساليب معينة أتعامل بها مع الحزن. تغلبي دوما؟ أغلب الأحيان، لكن الحزن جزء مني ومنك ومن جميع. طبعا.
الحياة مشاهدينا قصة من عدة فصول، يقفل فصل فيفتح آخر، ويبقى الأمل على طول الطريق. فصل آخر. أفكار وأفكار تنساب عبر السوشيال ميديا من المحيط إلى الخليج، وقسمها واحد: سعادة وتفاؤل. هالة كاظم ناشطة ونشيطة، تجول كل صباح مليئة بالطاقة على مواقعها الخاصة، طارحة أفكاراً وحلولاً، ومع كل فجر سؤال وسؤال: كيف تحبون البطاطا؟ مهروسة؟ مقلية؟ أم مخبوزة؟ يثير في النفس ابتسامة ودهشة. نبحث عن مها الألوسي ابنة الفرات، فنجدها بخفر بين طيات الإنستغرام والفيسبوك والتويتر، ونكتشفها أكثر عبر موقعها الإلكتروني. نقلب بين الصفحات فنكتشف عالماً من الشموع يطاردنا، يأسرنا ويسرح بنا في أحلام جميلة. نجول باسمها في موقع يوتيوب فنراها متكلمة بشغف عن سعادة منشودة وتفاؤل مطلوب ووقت يهدى بفرح وابتسامة. نبحث عن منير حمد، عن طبيب مليء بشغف إغداق السعادة على من حوله، فنراه شبه غائب. فتح الطبيب صفحات ونسي كلمات السر، لا يحب هو الأسرار ويفضل الأعمال. نعود إلى هالة، هالة الجميلة، فنكتشف فيها أماً رائعة وجدة وزوجة وصديقة. ندخل إلى موقعها الخاص فنراها في دينامية وحيوية فائقة، تمشي، تركض، تركب الدراجة، تسافر. نجول في اليوتيوب ونغوص في نصائحها، في أسلوبها في إلقاء التحية، يا صباح ومساء الحب، فنتأكد أن السعادة قد لا تحتاج إلى أكثر من تحية صادقة وابتسامة. مها، أنت أم لشابين سوما وألوس، ماذا تقولين لهما الليلة أمام الكاميرا؟ ماذا تقولين للشباب والشابات اللي هني بعمر سوما وألوس، اللي اليوم يعيشون حالة من الإحباط في الكثير من الأحيان؟ كيف تساهمين في زرع السعادة عند هؤلاء؟ أنا بالفعل أقوم بهذه الأشياء، وسوما وآلوس هم جزء من هذه الأشياء اللي أقومها، وأني عندي يا هالة ما أقدر أعدهم أولاد من الشباب. أنا أقول ما تحتاجون أن يكون ماضيكم بأم وأب وفتشي نموذجي، وإنما أنتوا بإيدكم يا حلوين أنه تنطون، جربوا العطاء. منير حامد، أنت على تماس بشكل يومي مع مرضى في القلب أو في السكري وفي غيرها طبعا من الأمراض المستعصية أو الأمراض الصعبة. المرضى، هل من السهل إعادة ضخ الأمل عندهم؟ ما هو أنا بقول لحضرتك إن هؤلاء المرضى الأمل عندهم بأشياء بسيطة. أنا عندما أعطيتهم جهاز سكر، الحاجة الجميلة اللي فيهم إن هم عارفين إن هم في دولة الإمارات هيقيس السكر في أي وقت، وكل مريض أرسل جهاز السكر إلى أهله سواء في بنجلاديش أو سواء. الناس دول سهلة قوي بأجزاء بسيطة تعملها لهم، تجد عندهم الأمل دائما والسعادة. لأن هم لو ما عندهمش أمل، المهن اللي هم بيعملوها لا يستطيع أي أحد أن يعملها. أذكر إلى أنه إحدى مبادرات السعادة التي شارك فيها الدكتور منير حمد في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت توزيع جهاز قياس السكري إلى المرضى. مبادرة حقا جميلة. مها الألوسي، بدولة الصين بيفرح المسنون عندما يختارون ثياب الجنازة أو الموت. في بلادنا عندما نتكلم أو عندما نأتي على ذكر كلمة الموت، هذا بيكون مصدر حزن. هل هذا الشيء بيخلينا نفكر أو نعتبر أنه مفهوم السعادة شائك أكثر مما نتصور؟
هو أيضا اختيار. احنا اختارينا ولفترة طويلة من الزمن أن نرعب نفسنا من الموت. أن الموت هو رمز الحياة. واللي يختار أنه الرعب يحيطه فما قدر يعيش. لأنه إذا أقدر أتقبل أنه حياتي تخلص معناها سأعمل شيئا اليوم اللي يخليني أنسعد بيها. خلينا ننظر هسه احنا انفتحت سوشيال ميديا، انترنت، انفتحت آفاقنا الى عوالم اخرى، صينيين او غيرهم، هل نقدر نقتبس من عندهم ونستمر الى مستقبلا مليء بسعادة وغير مليء برعب؟ انا اقول ايه. هل قازم السعادة هل هي رغبة؟ هل هي خيار؟ هل هي اختيار؟ هل هي قرار؟ كله. نحن البشر بفطرتنا نبحث عن الأشياء اللي تريحنا، إن نبحث عن شيء ضحكنا، نبحث عن أشياء حلوة في الطبيعة. مو بهاي سعادة إني أشوف شيء جميل، طبيعة، ورد. لذلك هي رغبة، هي فطرة، هي اختيار، وهي قرار. ضيوفي الأعزاء، نحن وصلنا لنهاية حلقتنا. حلقة جميلة جدا والله بوجودك. صراحة حواراتك عجيبة عجيبة، أسلوبك الله يخليكم، أفكاركم حقيقة تستحق أن تنشر. لكن قبل أن أختم أطلب منكم توقعوا هذا الحوار على طريقتكم، عبر تدوين فلسفي، فكرة، خبرة، تجربة، جملة واحدة على الآيفون الموجود معكم أو أمامكم. طبعاً هذه الجملة يمكن بتحبوا تشركوا الآخرين المشاهدين فيها، وهي عصارة لتجربتكم مع مفهوم السعادة. أنا حقول أن السعادة ليست في المال ولكن في القناعة وراحة البال. والله في المال بعد. ليه يا دكتور؟ المال يجيب السعادة؟ منو قال المال ما في سعادة؟ دكتور بقول القناعة وراحة البال مع المال. خلاص صح ولا لا؟ هذا رأيه. هذا رأيه. الجمال جمال. مش حلو إني أنا أركب سيارة حلوة وعندي راحة البال ومستانس؟ أحلى. هلا بدي أختم معك بس قبل ما هالألوسي. شو دونتي على الآيفون؟ أنا أقول السعادة هي ما إلها مضمون الشيء. إطار معين. ما بها إطار. السعادة هو فتشي نخلقه اليوم وبين الناس اللي شاركوها. وإذا نقدر نحقق هذا هالة. ما نحتاج مال، لأنه أقدر أني أكون سعيدة في أي لحظة مع أي من البشر الحولي. لكن أريد المال لكي أعيش وأرتاح. اختيار سبل الحياة. هلا كيف توقعين هذا اللقاء؟ ماذا دونتي على الآيفون أمامك؟ يا صباح الحب، هذه اللي أنا مشهورة فيه واللي أنا أنشرها كل يوم صباحا، وفي السناب شات وفي الانستغرام. أحيي الناس اللي أعرفهم واللي ما أعرفهم بكلمة الحين الناس يتداولونها اللي هي صباح الحب. الله الله. منير حمد، مها الألوسي، هلا قازم، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي. لا نولد سعداء بل نصبح سعداء. يا سلام. حاولوا أن تصبحوا، ومساء الحب. يس. حلو.